جلس دويت. شوف أخذت هدية على الوسط ما شاء الله. آيات أحسن. هلأ كلنا سوا بدنا أنا أقرأ سورة الفاتحة وأنت ترد وراي سورة الفاتحة لحتى نتعلم نقرأها صح. طيب هذا القرآن فينا نقرأه مثل أي إنسان؟ لا بتقرأ مظبوط. أي كتاب؟ لا هذا كتاب عنا أكيد مقسمين التلاميذ حسب الحفظ اللي حافظينه. كم طالب تقريبا؟ صار عنا بحدود 200 طالب ما شاء الله. مدرسة كيفك عم حسين؟ السلام عليكم. كيفك عم حسين؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. الحمد شو لله. عم تعلمين؟ شو كنت عم تقولي؟ نحن عنا هون الأجانب عم حسين. الأجانب؟ ايه بدنا نبلش نطيل على الأحرف كلياتها مظبوط ما شاء الله. الله يعطيكم العافية يا رب. ايه وبلش نقرا عربي كمان عم حسين. طيب قولوا لنا اساميكم ومن وين جايين؟ مريم سميدي جايين من امريكا. امريكا. ويلكم ويلكم مريم. اي شريم. من وين جايين؟ من جيب جنة. من جيب جنين اجانب؟ ها وزعج. ها وقبل جيب جنين؟ هاوني لكن نص اجانب. لا نقص من الجروش. من جاي؟ من لوسي. من لوسي؟ مش أجانب. مش أجانب كمان. نص أجانب نص دع. من جاي؟ من لوسي. في شوية بعد واحدة. من لوسي؟ أنت مين أنت؟ أنت من مين؟ بوز. أحمد جاي من البرازيل. أبين فين طيب؟ الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا لك يا رب. دينا بلال سعدي، تاليا عمر الصيفي، ودليل علي العذرة. بنبلش بالعودة. انت شو اسمك حبيبتي؟ ليلى. ليلى. ليلى شو؟ سميدي. نعم. عندي اسمك؟ مالك. مالك؟ مالك شو؟ مالك سعد. سعدي والنعم. جايين تتعلموا القرآن؟ تحفظوا؟ إن شاء الله عنكم. شو معك الشباب والصبية؟ اثنين بس الباقي غياب. الباقي غياب، إن شاء الله بدي يجي لأنه أول يوم. إن شاء الله. إن شاء الله. تعليم. الله يعطيك العافية يا رب. ما شاء الله، في شيء عمل مميز هون. شو عاملي هوني؟ عملت هون شجرة وهي بس من دون أوراق. كل ما بيخلصوا صورة بنلزق عليها لحتى تصير أجمل بصور القرآن يعني. ما شاء الله جميل جدا. مبسوطين؟ شو اسمك أنت؟ مريم. ما شاء الله. أنت شو اسمك؟ نورة. أهلا. أنت شو اسمك؟ لوجي؟ لجين. لجين شو؟ زين الصيف. والنعم بيت الصيف في شو اسمه بلبكو. بلبكو بيت الصيف انتبهي منه. يعني انا بلبك. ايه بس لو جاي بتجنن صح؟ السلام عليكم. شو عم تشتغلوا هاوني؟ عم نلعب لعبة قرعة. على القرعة. صالح سمع سورة الناس. لا بتعرف أعوذ بالله من الشيطان. أنا بهدي لك إياها بس أنت سمع. يلا أعوذ برب الناس من شر الوسواس الناس من شر الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله عليكم. كيفكم؟ ما شاء الله مجموعة كبيرة بال الله يعطيك العافية موفقين إن شاء الله. السلام عليكم. مبسوطين؟ الحمد لله.
واليوم كما ترون ما زال التنظيم قائم، يعني تنظيم دورات القرآن وتوزيع الأطفال على الحلقات. قصيرة، ما منقول قصيرة، هي قصيرة بس هيدي سورة الفاتحة. سمع لك إياها بس عندها سبع آيات. هي سبع آيات. أحسن. هلأ كنا صابتنا أنا أقرأ سورة الفاتحة وإنت تردوا وراي سورة الفاتحة لحتى نتعلم نقرأها صح. طيب هذا القرآن فينا نقرأه مثل أي إنسان؟ لا بتقرأ مصبوط. أي كتاب؟ لا هذا كتاب الله لازم نحترمه ونقرأه مثل ما أنزل على رسول. يلا مش بركة يا جيتو، أنت جاي من البرازيل صح؟ برازيلي أنا. ابن الشيخ صلاح؟ أين جيتو؟ إن شاء الله بدك تكون بتعرف. شهرين صلاة كثير هون. أنا أصحابنا وبيك عارف؟ هيدا كمان في البرازيل اسمه قاسم. قاسم ابن مين؟ قاسم احمد علوان. من نعم بيشبه بيه واصحابنا وبيه صح. نعم. عندك يا نكبار حسن الرزاق. حسن الرزاق ما شاء الله. نعم. وانت؟ انا محمد ابي محمد كامل. انت يا ابن محمد كامل والنعم بيشبه بيه كمان. وانت شو اسمك؟ عيد الشاب. حبيبي والله شاطر ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شايفين يعني ما شاء الله المسجد متلين، وكمان في طلاب بالطابق الثاني. نحن مع الآنسة مايا عبدوني تحدثنا عن هذه الدورة. حياك الله، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. السلام عليكم. عليكم. الحمد لله بألف خير. الله يبارك فيكم يا رب. حدينا عن الدورة شوي بس هيك. ايه نحن اليوم بإذن الله افتتحنا الدورة لهالصيفية والحمد لله كان الإقبال ممتاز، يعني أكثر ما توقعنا من مغتربين ومن أهل البلدة. مغتربين من أين اجيكم؟ من البرازيل، من أمريكا، من دبي، من الإمارات. فالحمد لله يعني كان يعني حتى كان التسجيل قبل ما يوصلوا على لبنان أصروا أن يكون لهم اسم وموجودين معنا إن شاء الله. الحمد لله. كم طالب تقريبا؟ صار عنا بحدود 200 طالب ما شاء الله. مدرسي. ايه مدرسي. ايه فالحمد لله يعني مثل ما شايف مبسوطين و والله ساكيني ساكيني والله. القرآن الكريم ايه. ان شاء الله يكون في عنا انجاز مهم هاي السنه. و شو ناويين تتعلموا هالسنه؟ عنا اكيد مقسمين التلاميذ حسب الحفظ اللي حافظينه. نعم. من جزء عما لتبارك قد سمع، عنا الشورى، الذريات، يعني في عنا كمان ناس مخلصه ربع ياسين، بتبلش من بعد ربع ياسين ان شاء الله. الله يجزيكم الخير ولا آمين. تنسونا من صالح دعائكم. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم معنا اخواننا من هنا من هذا الطابق في المسجد من دوره القران الكريم مع الحافظات المعلمات لاولاد واطفال البلده من هنا من قاعة مسجد السلطان يعقوب. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في. حسين صيفي تي في. تي في. بس بدي أقولكم خليهم يوصلوا الفيديو لكل شيء. لكل مين؟ لكل العالم. خليهم يعملوا سبسكرايب. سبسكرايب خليه يصير عندك شيء 55 مليون. 55 مليون؟ ايه مش كتير. طيب كلهم يعملوا سبسكرايب لايك ولايك وكومنت وكومنت وشير وشير. اعملوا معروف. اعملوا معروف. ندعوكم اخواني الكرام الى متابعة هذه الصفحة. حياكم الله
هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في.